استشهد إصابة أكثر من 10 مدنيين بسقوط قذيفة أمام مشفى الضبيط في حي المحافظة بحلب، وشهود عيان يتهمون النظام بقصفها. الثوار يقتلون عميدا في المخابرات الجوية خلال معارك في جمعية الزهراء بحلب، ويحرزون تقدما على جبهتي الراشدين والبحوث العلمية. الثوار يقتلون عددا من عناصر تنظيم الدولة باستهداف تجمعهم بصاروخ تاو على أطراف قرية كفرغان بريف حلب الشمالي. استشهاد أكثر من 10 مدنيين وإصابة آخرين بقصف جوي روسي على عدة أحياء في مدينة الرقة. معتقلو سجن حماة المركزي يتوصلون إلى اتفاق مبدئي مع قوات النظام يقضي بإخراج 200 معتقل من قسم الشغب وإلغاء حكم الإعدام بحق 5 آخرين مقابل عودة الهدوء إلى السجن. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعلن عن وقف لإطلاق النار في حلب سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، ويستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة.